بكما أيتها الغبيتان، سوف أضطر الآن لأعيش مع هذا الذيل. كنت أجمل ألماس والآن أنا سمكة. توقفي عن البكاء. هل جننت؟ احصلي على هذا. يا لكما من مضحكة الدين. ابتعدي عني. بل أنت ابتعدي. ألا يكفيك أننا أصبحنا حريات بحر بسببك والآن أنت تضحكين؟ بالمناسبة لماذا أنا المخطئة؟ ألا تذكرين بعد ماذا أصبحنا؟ هكذا؟ لماذا يجب أن أطبخ أنا؟ ألا يمكنهما طلب الطعام أو تحضيره بنفسهما؟ ماذا يجب علي أن أطهو الآن؟ وما هذا؟ ممنوع عن اللمس؟ وكأنني سأنفذ ما يكتب على الملصق. يجب أن أجرب. ما هذا؟ ماذا تقصدين؟ الطعام ليس جاهزاً حتى الآن. أنا بحاجة لسلطتي جداً. سأطبخ الآن. وما هذا أيضاً؟ هذا مشروب صحي للغاية. أظن ذلك على الأرجح. باختصار لا أعرف، لقد وجدته للتو. لن أشرب مشروباً لا يعرف أحداً محتواه. انظري فقط كم هو جميل. ورائحته طيبة. حسناً سأجرب إذاً. لذيذ. لقد قلت لكما وأنتما تقولان دائما أنني أعرض عليكما أشياء غريبة. هذا ما يجري عادة. بطني بدأ يؤلمني فجأة. آي وأنا أيضا. أوفس، يبدو أن المشروب حقا ليس طازجا. هذا كل ما أتذكره. أنا لست المخطئة. ميا، بعد أن شربنا مشروبك الغبي أصبحنا حريات بحر. يا للهول، هذا حقا. لا أريد أن أكون حرية بحر إلى الأبد. كل هذا بسببي. هذا يكفي. أنتما تبكيان في كل مرة نواجه فيها مشكلة. ماذا تفعل غير ذلك؟ يجب أن نفكر في كيفية إزالة هذا. علي الذهاب إلى المتجر قبل الموعد. قبل الموعد؟ ألم تنفصلي عن كريس لأنه كان يهتم بك كثيراً وهذا كان يزعجك؟ أجل، وماذا في ذلك؟ وكأنه لا يوجد شباب آخرون من غير كريس. جنون، في المرة الأخيرة أردنا العثور على أصدقاء لنا والآن أنتما صديق جديد. أجل، رفاق، هل شاهدتم الفيديو السابق عن مغامرتنا؟ الرابط للجزء الأول موجود في الوصف. نعم لدي صديق جديد، وماذا في ذلك؟ الأمر هو ماذا يحدث؟ لا أعرف. لقد اختفت الذيول. رائع. آمل ألا يظهر مرة أخرى. نعم آمل ذلك. لا أريد التحول إلى سمكة أثناء الموعد. ألم تخبرينا عن صديقك الجديد؟ لستما بحاجة لمعرفة ذلك. رهيب. أجل، كيف تجرأنا على فعل هذا بك يا أبي؟ لقد حولناك إلى فحم. لا بأس، سأنتقم منهن. سأنتقم بالتأكيد. يا إلهي، في هذه المدينة وضع ملابس الرجال أسوأ من وضع النساء. لا يوجد أي شيء. يبدو أن هذا القميص ليس سيئا، لكن يبدو أن لونه ليس جيداً. هكذا أفضل بكثير. يا إلهي، مجدداً؟ لا، أحدهم قادم.
أم هذا مضحك؟ أنا مصدومة أيضاً. اسمعي، أليست هذه تلك الحقيرة التي سرقت منك صديقة؟ أعتقد إيفا. إنها هي، ستندم الآن. ما الذي تفعلينه هنا؟ هل أتيت لتغضبيني يا عكاظ؟ هل أصبت بالجنون؟ من يحتاجك؟ أنت لا تهمينني. لقد سرقت كريس مني، أتعلمين ماذا سأفعل بك؟ ما هذا السرق؟ ألا تستطيعان تقسم البلوزة بينكما؟ كل ما في الأمر أن مجنونة أتت إلى متجرك فحسب. بل أنت مجنونة، على الأقل لست مستلقية على الأرض. أنتِ! ماذا فعلتن بالملابس؟ لماذا رميتها على الأرض؟ لا تلمسيني! هل تعرفين كم يكلف هذا؟ سأتصل بالشرطة لأنكما تفسدان الممتلكات. احبسوا هذه الغبية في الزنزانة لكي لا تسرق أصدقاء الآخرين مجددا. لا تتصلي بالشرطة، سأدفع ثمن كل شيء. ما هذا؟ قومي بفتحه. أنا أشتري كل هذه الأشياء. بالطبع بالطبع. هذا أيضا لك. أين هذا؟ سأل النصف المتجر. كيف فعلت ذلك؟ أجل، من أين أتت بالمال؟ هل يمكنك طردهما؟ حينها سأشتري المتجر بكامله. دقيقة واحدة. هاي، ماذا تفعلين؟ ليس لديك حق، ارحلا، هي المتجر مغلق. أين هذا الشيء؟ توقفي عن قلب غرفة أنا وإيفا رأسا على عقب. أجل، ولكن إيفا أخذت أحمر الشفاه والآن لا أستطيع إيجاده. لماذا تحتاجين أحمر الشفاه؟ ليس لديك أصدقاء على أي حال. أصبتي. أين أحمر الشفاه؟ وما هذه الهدية؟ هل هي لك؟ اليوم نلتقي في الساعة الثالثة في الحديقة. أتساءل من ينتظر هناك. يا لك من غبية، من الواضح أن هذا صديق إيفا الجديد دعاها إلى النزهة. فهمت، وماذا في ذلك؟ الآن نعرف أين هي، وبما أن إيفا لا تريد إخبارنا عن صديقها الجديد فسنجده بأنفسنا. هل هذا يعني أن جسس عليهما؟ رائع، سنكون مثل الأفلام، المحققان ميا وتينا، هذا رائع. حسناً، علي وضع مكياج، ربما سأستطيع سرقة صديق إيفا. لكن هذا ليس جيداً، ولكن أنا سأكون الأولى. يا إلهي، أنا مستحضرات التجميل. هل هذا يعني أننا لن نضع المكياج؟ من سنفعل ذلك؟ واو، أجل. مرة أخرى. ليس قدرك إذن سرقة صديق إيفا. هل جلنتي؟ أنا من أحضر المكياج، إذن أنا الأولى. أنت اسحبي أولا. هاي ابتعدي، أنا الأولى. انتظرت هذه اللحظة طويلا. ماذا بك؟ لقد التقينا البارحة فقط. الانفصال عنك لمدة 5 دقائق عذاب بالنسبة لي. بالمناسبة، لقد أحضرت لك هدية. ما كان عليك ذلك، مقابلتك هدية بالنسبة لي. افتحها على الأقل. واو، كم هذا رائع، بالإضافة لوني المفضل. حقا؟ إذن نحن نحب نفس اللون، هذا رائع. أجل، لقد وجدت إيفا. إيفا! أصمتي، يجب أن أراقب هذا الفتى من بعيد أولا. حسنا. واو، إنه أجمل من السابق. إيفا تأخذ الأفضل مرة أخرى، لقد سئمت من هذا، ستندم الآن. هيا.
ما هذا؟ ها؟ الماس؟ يا إلهي لقد أخطأت. ما هذا؟ هذه القدرة لا يمكن السيطرة عليها مطلقا. أجل، هذا الذيل يختفي ويظهر متى يشاء. لماذا تجلسين؟ جرني إلى المنزل. لا أستطيع، أنت ثقيلة جدا. أنا أزن مثل الريشة، أنت فقط ضعيفة. هيا نادي على إيفا، لا أمل الجلوس تحت شجرة تفاحا حتى يختفي هذا الذيل. حسنا. أعتقد أنني أعرف من أين أتى هذا الألماس. إيفا، أمر عاجل. الأمر العاجل هو إفساد موعدي. أين هي هذه الماسة لكي أعاقبها الآن؟ إنها هناك تحت الشجرة، لقد تحولت إلى حورية البحر. نحتاج مساعدتك جدا، ساعدينا في جرها إلى المنزل. أنتما تخربان كل شيء. حسنا، سأساعدها. يكفيني أن يعرف ديلان أنني حورية بحر لكي يهرب مني. ديلان، آسفة، علي مساعدة أخواتي. وماذا عن موعدنا؟ مرة أخرى آسفة. أجل نعم، يبدو أنني لم أخطئ. إيفا وأخواتها هن فتية الأحجار، وأستطيع جمع بعض الألماس لنفسي. ما هذا الهراء؟ تلك الفتاة جنت تماما. أجل، لقد طردتنا من متجرنا المفضل، ولكن لا بأس، سأنتقم منها قريبا. رائع، أريد الانتقام. ولكن علينا التصرف بمكر، عليها أن تثق فينا أولا لكي نكتشف كل نقاط ضعفها. متى سنبدأ؟ الآن. صفر. حسنا، أين هاتفي؟ ثعبان. توقف عن الصراخ، إنه مطاطي. هل أنت من وضعته؟ أجل، لقد سئمت من مزاحك. اسمع أنت، أتعرف أين سأضع هذا الثعبان؟ أمن الأفضل سأخبر والدي إذا لم تنس فهو مدير هذه المدرسة. إلا هو، سيحجزني في الفصل حتى نهاية السنة. لدي فكرة أفضل له، فليكتشف أسرار إيفا. أحسنت يا ليلي، لقد قررنا. تقترحني أن أراقب إيفا؟ بالضبط، أنتظرك في المطعم وتقريري في هذا المساء. يا لها من كارثة. أنتما مجنونتان، لقد أفسدتما موعدي مع ديلان. إذا هذا هو اسم ذلك الوسيم. هل جننت؟ هل تريدين سرقة صديقي مني؟ وماذا في ذلك؟ لديك صديق ونحن لا. جدالي أنفسكما أصدقاء آخرين، لماذا تحاولان سرقة صديقي؟ إنه لا يناسبك أبدا، سيبدو معي أفضل بكثير. ماذا؟ سوف أنسى الآن أننا أخوات، وسوف أقص شعرك كله. توقفي عن الصراخ يا بلهاء، لن أستمع إلى هذا بعد الآن. من الأفضل سأذهب. لقد سئمت منهما، سوف ألقنهما درسا. هذا ما أحتاجه. إنها غاضبة، وهذا جيد. عندما يراني ديلان سيهجر إيفا على الفور. يجب أن أضيف بعض اللمعان لهذا الوجه الجميل. ظهرت لدي حبة. هل أنت جادة؟ لم تخافي من هذا وخفت من حبة لا تكاد ترى؟ لقد توهم لي. في الواقع الحبة أكثر إخافة من أي وحوش، لماذا أخافك؟ مجنونة، ألا تخافين مثل الجميع؟ أوي. كم أنا ذكية، الآن سأتحول إلى حورية بحر وسأرتاح في حمام السباحة. أحسنتي، والآن أصبح علي التحول فقط.
أريد أن أكون حورية بحر. ماذا؟ اظهر أيها الذيل. ما هذا؟ هيا اظهر. أريد أن أرتاح أيضا. أريد أن أستلقي في المسبح. ما هذه القوة الغبية يمكن السيطرة عليها؟ على الأقل سأشرب مشروبا. وأخيرا. رائع. ها؟ ميا، ما الذي تفعلينه هنا؟ ماذا تقصدين؟ أنا أرتاح. انضمي. هل جننتي؟ نحن في فندق وأنت مستلقية على شكل حورية بحر. إيفا، أنت تصرخين مجددا. لقد أصابني الصداع بسبب صراخك. انظري إلى هذا. كمية غبية. كيف يمكنها الاسترخاء في مسبح من دون ماء؟ ألا تفهمين؟ قد يراها شخص ما. ألا يكفي أننا مجوهرات إضافة إلى أننا حوريات بحر؟ سيأخذوننا إلى المختبر. مختبر؟ لا أريد الذهاب إلى المختبر. إيفا، تينا، بنات، أين أنتن؟ يا إلهي، إنه نيت زميل كريس. لا يمكنه الدخول إلى هنا. تينا، شتت انتباهه بينما أخرج ميا. لماذا أنا؟ لقد أحبك منذ أول لقاء، لذلك هيا تحركي. فتيات، أين تختبئين؟ مرحبا نيت، لماذا أتيت؟ أهلا تينا، أنا هنا باختصار، أنا أبحث عن إيفا. مؤسف، أعتقد أنك أتيت لرؤيتي. انتظري انتظري، لقد غيرت رأيي، أتيت إليك. كنت أعرف ذلك. ما رأيك لو ذهبنا للتجول؟ بالطبع سنذهب، ولكن في وقت لاحق. مؤسف، إذا أخبرينا أين إيفا؟ إنها مشغولة، وأنت اذهب إلى المنزل. ولكني قلت اذهب. رائع، شعور ماسي، الآن لن أغسل خدي لمدة شهر. أجل اذهب هيا. هل سنذهب في نزهة؟ نعم بالتأكيد. ميا، عليك التوقف عن أكل الكثير من الشوكولاتة. ولكنها رائعة، لا أستطيع العيش بدون شوكولا. حسنا، هيا اخرجي. أحاول، إن هذا الأمر صعب مع الذيل. إيفا، أين أنت عزيزتي؟ إنه ديلان. لا 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 لا، لا يجب أن يراك بهذا الشكل، وإلا سوف يهجرني. واو، لأول مرة أراك تقلقنا هكذا. علي تشتيت انتباهي. مرحبا، بحثت عنك في كل مكان. أنا كنت قادمة إليك. يا إلهي، هل هي حورية بحر؟ هذه أختي ميا، إنها تحاول التدرب على دور شخصية حورية البحر، لذلك تحاول عيش الدور بشكل أفضل. أجل، لن نزعجها فلنذهب إلى تلك الغرفة. أنت مضحك جدا. هل أنت ديلان؟ وأنا تينا، تشرفت بمعرفتك. أجل، وأنا تشرفت. أنت رياضي جدا. تينا، ما الذي قلته لك؟ ماذا فعلت؟ توقفي عن لمس صديقي وحلي مشكلة ميا. ديلان، فلنذهب. وأخيرا وصلنا إلى الغرفة. إن غرفتك جميلة. المشكلة أنها ليست نظيفة جدا، فأنا وميا نعيش معا. لماذا لم تخبرني أنك سوف تأتي؟ أردت أن أفاجئك. ما خطبك؟ ما الذي يحدث؟ أشعر بالسوء، بالكاد يمكنني الوقوف. هيا اجلس هنا بينما أحضر لك بعض الدواء. نعم بالطبع. أخيرا رحلت، سأعرف كل أسرارهن، ولكن أولا يجب أن أجد السلاح الذي استخدمنا لسحر والدي.
Like I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a fair. ألا نزعجكما؟ ماذا تفعل هنا؟ أردت وضع رسالة إعجاب لأختك. حقا؟ وأين هي؟ أوبس، يبدو أنني نسيتها في المنزل. كل شيء واضح معك، كنت تبحث عن شيء ما. إيفا! يدي، يدي! سأخبرها عنك بكل شيء. توقفي هيا! إلهي! ميا بسرعة، أين هذا؟ من هذا؟ من هو؟ الأدوية، إن ديلان مريض. كان هذا رهيب، لا أعرف من أين الدواء. توقفي عن أكل البرجر وساعديني في البحث. نعم. إيفا، اتبعيني فورا. لا تقولي أن حالة ديلان سارت. ليس بعد، ولكن سيحدث قريبا. لقد خدعك. ماذا تقصدين بأنه خدعني؟ لقد رأيت ديلان يلبس الأشياء للتو. من الواضح أنه كان يبحث عن شيء ما. حقا؟ ما هذا الهراء؟ ديلان ليس كذلك. حقا؟ إذا اذهبي وتحققي بنفسك. لقد أغلقت الغرفة لكي لا يهرب. أنا؟ لا يناديني أبدا. انتظرني. إلهي، لماذا لا يفتح؟ سأضطر لاستخدام النافذة. هيا انظري، إنه يحاول الهروب من النافذة. ديلان، ألا تريد شرح ماذا يحدث؟ لقد أغلقت النافذة، أردت تهوية الغرفة فحسب. ولكن إيفا ذهبت لتحضر لك الدواء، ألم تكن مريضاً؟ نعم، ولكن بعد استنشاق الهواء أصبحت أشعر بتحسن. إنه يكذب، لا تستمعي له. إيفا، ألا تصدقينني؟ أنا الأمر واضح، إن كنت لا تصدقينني فلا يمكننا أن نواصل علاقتنا. ديلان، أنا آسفة، كل هذا بسبب تينا. لماذا تقومين باتهامه بالأكاذيب؟ كان يبحث عن شيء في أشيائك. حقا، لقد رأيت ذلك. حسنا، الأفضل لي أن أذهب إن كان غير مرحبا بي هنا. لا، ديلان، كل هذا بسببكما. وما ذنبي أنا؟ بمن تثقين؟ أنا أختك، وأنت تعرفينه لمدة أسبوع فقط. نعم، أنت أختي التي تحاول سرقة صديقي مني. أنت تفعلين كل هذا عمداً لكي نتشاجر. كلا. أنا أصدق تينا، إنه غريب حقاً. ماذا لو كان هذا صياداً؟ هل جننتما؟ لقد حولناه إلى فحم. لا شيء سوى أنكما تغاران مني. أين نت؟ كان يجب أن يكون هنا مدة 20 دقيقة. ماذا لو غير رأيه بشأن المساعدة؟ إذا غير رأيه، والدي سيبرحه ضربا. مرحبا. وأخيرا، اجلس بسرعة. ماذا هناك؟ أين؟ أخبرنا هيا، ما الذي عرفته عن إيفا؟ غير أن لديها أختا جميلة جدا. لا شيء. هل تسخر منا؟ لقد سئمت منك، إما أن تعود بعد ساعة بالمعلومات المطلوبة أو سأتصل بوالدي. اتصلي بمن تريدين، تظنين نفسك قائدة. يا له من مزعج، سأنتقم من إيفا بنفسي. ها هي. لقد سئمت منكما، ابتعدا عني. لماذا تتحدثين معي هكذا؟ اعتذري وإلا فلست مسؤولة عن نفسي. لقد سئمت منك. كم هذا بشع. ماذا هنا؟ لن أفعل ذلك. دين غبي، لماذا ظهر مجددا؟ ماذا؟ هل هي حورية البحر؟ رهيب. تماما مضحك. دعينا نصور هذا على تيك توك وسنحصل على الكثير من المشاهدات.
هذا صحيح، وأنتم أيضا ادخلوا إلى الرابط الموجود في الوصف واشتركوا في التيك توك الخاص بنا. يا لكما من مزعجتان. سأري هذه الصور لصديقك وسيهجرك. ماذا تريدين؟ أنا حزينة جدا. ماذا حدث؟ لا تقولي أن الطعام نفذ مجددا. لا، أنا حزينة بسبب إيفا. لقد كانت سعيدة للغاية لأنها كانت مع ديلان، والآن هو غاضب منها. ماذا بك؟ فليغضب منها. هل نسيتي ماذا قلته عنه؟ ربما قد توهم لك هذا. ربما هو فتى جيد. جيد؟ لقد قلت بنفسك أنه غريب. ربما كنت مخطئة. دعينا نصارح بينهما، وفي حالة شيء يمكننا مراقبته لكي لا يفعل شيئا. لا أعرف. من فضلك. حسنا، ولكن يجب أن أتصل به. هل لديك رقمه؟ أجل، لقد سرقته من إيفا. ماذا في ذلك؟ لماذا هاتفي أصبح سيئا هكذا؟ كان هكذا دائما، يجب علي إصلاحه. واو، أصبح رائعا الآن. شيء ما يحصل مجددا. لماذا يظهر هذا الذيل في الوقت الغير مناسب؟ أعتقد أنني فهمت لماذا يحدث ذلك. نتحول إلى حوريات بحر في كل مرة نستخدم فيها السحر. صحيح، اتضح أنك لست الأغبى من بيننا. أجل. انظري، إنه الصديق إيفا. أجل، إنه هو، فلنذهب إليه بسرعة. مرحبا. مرحبا. مرحبا، من أنتما؟ لا يهم من نحن، المهم هو ما نريد إخبارك به. لدينا سر عن صديقتك. ابتعدا عنه. لا تجرؤا على أن ترياه هذه الصور. فات الأوان يا حلوة. هل أنت حورية؟ لا، كل ما في الأمر. لن تستطيعي أن تكذبي يا فاشلة. هل سوف تهجرني الآن؟ بالطبع لا، أنت لست ياقوت فقط بل حورية. حقا؟ مهلا، هل تعلم أنني ياقوت؟ أجل، أختاك هما ألماسة وزمرد. وكيف عرفت ذلك؟ إذن تينا كانت على حق وبدأت في مواعدتي عن قصد. بالطبع لا، لقد أخبرني كريس بذلك. يا له من غبي، طلبت منه ألا يخبر أحدا. لماذا هذا يهمك؟ الأهم أنني أهتم بك. وأنا أيضا. اسمع، ما رأيك في أن نتجول؟ طبعا، ولكن دعينا نذهب للمنزل أولا. عظيم، هيا. لقد أمسكت بها. يا أسرعي، كم من الوقت يجب أن أنتظرك؟ في الواقع كنا ننتظر إلى أن يتحول ذيلك إلى رجل مجددا. فلنذهب هيا، نحن بحاجة للعثور على ديلان لأن إيفا لا ترد على المكالمات. أبحث عنكما. ونحن كنا نبحث عنك. نعم، أردت أن أعتذر لأنني صرخت عليك. أعتقد أنني أخطأت حقا. لا تغضب من إيفا، فهي ليست مخطئة حقا. لقد تحدثنا مع إيفا، إنها في منزلنا. هل تصالحتما؟ ممتاز، إذن خذنا إليها. لا، إيفا لا تريد رؤيتكما. ماذا؟ نعم، إنها مستاءة للغاية ولا تريد رؤيتكما. دعنا على الأقل نحضر لها الملابس. نعم، ربما قد تسامحنا أيضا. لا تحتاج لشيء، إيفا طلبت أن أخبركما ألا تتصلا. عندما ستهدأ ستأتي بنفسها. حسنا، علي ذهب. وداعا. أخرجني من هنا وإلا سوف. وإلا ماذا؟ ستستخدمين السحر وتتحولين إلى حورية وتعلقين هنا. ماذا تقصد؟ لماذا تظن ذلك؟ لقد أخبرتني بنفسك عن ذلك.
غبية، لم تستطع معرفة أن الزعانف تظهر بسبب سحرك. أخرجني من هنا، ما دمت أطلب ذلك بلطف. لن تغادري حتى تفعلي ما أحتاجه. يا إلهي، متى ستسامحنا إيفا؟ يا إلهي، أنا قلقة جدا. ها؟ لماذا أكلت شوكولاتتي؟ ليس وقت شوكولاتتك، أختنا لا تريد التواصل معنا وأنت تفكرين في الأكل فقط. دعينا إذا نجد أين هي. وكيف سنجد منزل ديلان؟ سنسأل شخصا ما، فلنذهب. ما الذي تريده مني؟ ألم تفهمي بعد؟ فحم؟ لا تتذكرين من كان هذا الفحم في السابق؟ إنه الصياد. من أين حصلت عليه؟ هذا كان والدي. أولا، أنت تريد الانتقام. فليساعدني أحد. وأين منزل ديلان؟ لقد عبرنا نصف المدينة. فليساعدني أحد. إيفا، الصوت من هناك، فلنذهب. أطلق سراح أختنا بسرعة وإلا ستندم. فتيات، اهدأ، كل شيء على ما يرام. ولكننا سمعنا صوتا. نعم صرخت، لكن ديلان شرح لي كل شيء. أخبرهما. أنا بحاجة لمساعدتكما، أبي صياد و... الصياد يريد أخذ قوتنا. لن نسمح بذلك. توقفا يا فتيات، لن يأخذ أي أحد قوتنا. ديلان يريد فقط أن نحرر والده، هذا كل شيء. لا، لكي نختبئ من الصياد مجددا في جميع أنحاء العالم. لا، أعدكن أن أبي لن يطاردكن بعد الآن. تماما، فلنساعد ديلان إذا. لا أعرف. هيا، أنا أصدقه. أنت تصدقين الجميع. تينا، ميا. حسنا، هيا. أورا! أبي، أبي، بني، لقد أفقدتني. هذا بفضل الفتيات. شكرا جزيلا لكم، وسامحنني لأنني كنت أتبعكن لسنوات عديدة. أقسم أنني لن أحددكن مرة أخرى. هل رأيتما؟ لحظة، أين الذيوب؟ لقد كنا نتحول دائما إلى حريات البحر بعد السحر. هذا بلا شك لأنكن استخدمتن القوة ليس لنفسكن بل لمساعدة شخص آخر. لهذا السبب لن تتحولن إلى حريات بحر بعد الآن. رائع. شجرة مع هذا الذيل. أين تلك الماسة؟ ستندمين الآن. إنها تحت الشجرة. أنا لن أغسل خدي لمدة أسبوع أم شهر، كم كانت المدة؟ لا لا. توقفي عن البكاء. لقد كانت تينا على حق وأنا. أنتما تحسدانني فقط. دعنا نسأل الجيران، فلنذهب إلى هناك.